طعم روعة. أول شي بنجيب طاسة كبيرة، راح أضيف كوبين سميد ونص كوب طحين، ملعقتين سكر، وآخر شي ملعقة صغيرة خميرة. وهلأ بنخلط المواد الجافة. الخطوة اللي بعدها بضيف نص كوب زيت وبنخلطهم كمان، وآخر شي راح أضيف الحليب تدريجيا. وهذا هو القوام اللي بدنا إياه. بسكر عليها ونخليها ترتاح ربع ساعة وهيك بتكون جاهزة. بدنا شغلة مثل هاي، بنحط العجينة فيها وهلأ بننزلها على الزيت. وهلا بنحطها بالقطر. طبعا في اشكال زبطت معي واشكال لا.